احنا هلا في اسطنبول في منطقة بابل. بابل بالتركية معناها طفل، بيبي. هاد ساحل بابك، حي بابك من الأحياء الراقية في اسطنبول وضمن حدود بلدية بشكتاش. إطلالة الحي على مضيق البسفور. الحي بيعيشوا فيه أغنياء ومشاهير، وفي مبنى القنصلية المصرية. ساحل بابك مليان قوارب ويخوت بتقدروا تستأجروها. اليوم رح نزور قلعة رملي حصار. رملي اسم أطلقوا الأتراك على أراضي الدولة العثمانية الواقعة في أوروبا. قلعة رملي حصار هي القلعة اللي بناها السلطان محمد الفاتح على أضيق الحدود بين الساحل الأناضولي والساحل الرملي، والمسافة بينهم 700 متر تقريبا. مساحة القلعة 31,250 متر مربع، وانبنت بثلاث أشهر ونص بس. بنى القلعة المعماري مصلح الدين، اشتغل فيها 5,000 عامل و10,000 عامل مساعد. الفاتح بنى القلعة لقطع قناة البحر الأسود على البيزنطيين والسيطرة على قناة البسفور، وكانت منطلق فتحه للقسطنطينية. موقع القلعة حدد السلطان محمد الفاتح بنفسه، وأشرف على أعمال البناء بنفسه، بس انتهوا من إنشاء القلعة حطوا فيها مدافع و400 جندي بقيادة فيروز آغا. فيروز آغا كان يقطع السفن اللي بتمر بالقناة ويجبرها على تحية السنجق، وكان يفتش السفن وياخد رسوم عليها، وكان يغرق أي سفينة لا تطيع الأوامر. القلعة تشكلت من 3 زوايا و3 أبراج، جزء بيتحكم بالبحر وجزء بالبر.